في مسعى لتوسيع نشاطها الإقليمي في شرق المتوسط، عينت منظمة رسل السلام الدولية الإعلامي الوزير اللبناني السابق جورج قرداحي رئيسا لمجلس إدارتها في حفل حضره عدد من الداعمين والمهتمين بالعمل الإنساني. وأطلقت المنظمة أنشطتها في عمان عام 2004 تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لتشمل مئات الأسر العفيفة بمعونات نقدية شهرية ودعم تعليم طلبة عبر إنشاء مدارس للاجئين العراقيين والسوريين. المنظمة غير الربحية التي أسسها الأب بادري أنخيل عام 1962 في إسبانيا تعمل حاليا في أكثر من 50 دولة في الأمريكيتين وإفريقيا وآسيا وأوروبا، كما تسعى إلى التمدد إلى دول عربية أخرى في مقدمتها لبنان. وتقدم المنظمة خدمات إنسانية وتعليمية للفقراء واللاجئين على حد سواء. حفل اليوم هو عبارة عن انطلاقة جديدة، لأنه تم تعيين مجلس إدارة. رئيس مجلس الإدارة راح يكون معالي الأستاذ جورج قرداحي، ومعه 7 من أعضاء الهيئة الإدارية، وإن شاء الله ربنا بيقدرنا على خدمة هذا البلد في ظل الراية الهاشمية وقيادة سيدنا الله يديمه الملك عبد الله بن الحسين. أنا فخور بهذا المنصب الذي أوكل إلي من قبل مؤسسي هذه المنظمة، منظمة رسل السلام الدولية، مؤسسيها في أوروبا في إسبانيا والقيمين عليها هنا في الأردن. يعني أولا أشكرهم على ثقتهم كما قلت في كلمتي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وعند ثقتهم. احنا عندنا 4 برامج رئيسية. عندنا أول برنامج بتخصص بالتعليم لتأمين تعليم شامل ونوعي ومتساوي لكافة المستفيدين، خصوصا اللاجئين العراقيين والسوريين. بالتأكيد احنا كمان بنخدم فئات المجتمع المحلي اللي أكثر حاجة وأكثر هشاشة. بالإضافة للتعليم النوعي اللي احنا بنقدمه بنضيف أو بنقدم معه خدمات لا منهجية أو نشاطات لا منهجية وكمان خدمات صحية أولية. عندنا برنامج المساعدات النقدية لغايات الحماية، طبعا لغايات تأمين الغذاء، الدواء، التعليم والإيواء.